مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ولدنا تحت جناحنا. موضوع اليوم موضوع مهم، هو موضوع الختان. الختان هو سنة، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليه السلام. الحلاق الموسى الذي يحمله في الحلاقة هو الذي يختن به. هو شهر رمضان ومع الختان راح يعتبر عيد. عندما نريد أن نعاقب أبنائنا نقول له اسكت ولا نختنك. عملية الختان هي عملية جراحية. ختمت وليدي ماشي في سن مبكرة سبب تخوف تاعي. حصتكم الأسبوعية ولادنا تحت جناحنا تجيكم في شهر رمضان المعظم بمواضيع خاصة. هذه المرة رح نتكلموا عن الختان أو الطهارة مع أخصائيين، رح نعرفوا كيفاش تكون هذه الطهارة بالطريقة السليمة والصحية باش نفرحوا كلنا بولادنا، لأن صحة ولادنا ما عندهاش ثمن. تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس نتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم.